وتعاملوا ديال الفنانين في هذه الجائحه. واخترت الصديق ديالي اللي هو الملحن والاستاذ الموسيقي يوسف قاسم جمال، انا كنعرفوه بحكم حكاكو في المجال الاوبيرالي واكاديميا، انه هذا الكلام غادي يعطي فيه. وفعلا نيت عجبو الكلام وجاه حتى هو مستفز وتحدى نفسه باش يلحنوا، وكان هذا اللحن الجميل اللي هو جا جد قوم إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمع بين البشر هو الوتر. النخبة اللي كتوق هذاك الشعر، خاصة كان شعر صعب وشعر فصحى. إذن أنا شخصيا اش اللي جرني هو لما تكون عطاتها روح، هذا الكلام عطاه روح كتزرع في قصيده من خلال ملحن. القصيده تفريد دارها كصنف ادبي كمصنف ادبي اصلا، خاصها تحب الاعجاب ديالك وتنوها قراءه شغفا وحبا حرا كلمه بيتا بيتا. هناك تراجع شعبي للغه العربيه الفصحى على مستوى فقر عام، وهذا يطرح اشكالا كبيرا جدا، لان الشاعر هنا يضطر لان يبسط قصيده لكي يغنى، وحينما توصل بشكل كامل جدا فهي تفقد شعريتها. لذلك فكذلك الذين يشتغلون على النص الغنائي الشعري بمعنى النص الذي يغنى فهم قلة، باش نخلقوا هذيك التوافق ما بين الشعراء وبين الموسيقيين والمغنيين، لابد أن المغني يحمل هذا المشروع، يوصل القصيدة وهذه الكلمات ويعطيها صدى وإضافة نوعية بالتطريب كيف ما تكلمتي، وبلحن جميل وبتوزيع أجمل. قصيدة أغنية، حتى العرب قديما يقولون أنشدنا قصيدتك، فهي عبارة عن إنشاد، ومعروف أنه كان يغنى الشعر أكثر مما كان يقرأ، لم يكن يقرأ هكذا، كان ينشد، وبالتالي فيه في مقوماته توجد أغنية، فلم تكن الأغنية غريبة عن القصيدة. القصيدة لا تموت، امتداد الشعر أقصى ما يكون. المستمع اللي يستمع للشعر كتحس بأنه يمكن تخرج منه إنسان. القصيدة كتلقى فيها ثقافة، كتلقى فيها تربية، كتلقى فيها قدرة على الارتقاء لدى اللي يسمع القصيدة. كان الشعر دائما وأبدا مشروعا غنائيا تنسج بحوره مقامات وإيقاعات موسيقية مضمرة بين أبياته، لذا يرى الباحثون أنه في الأصل شعر غنائي بموسيقاه الظاهر منها والخفي، ولم تكن تلك القطيعة بين الشعر والموسيقى إلا عند تأليف ما يسمى بالسيمفونية التي استغنت عن الشعر واكتفت بالموسيقى. في العالم العربي بعدها عاد الشعر إلى دوره في تأثيث الأغنية، فلم يكن للملحنين والمطربين غنى عن العودة إلى قصائد كتبت قبل قرون لشعراء أمثال أبي فراس الحمداني، صفي الدين الحلي، عمر الخيام وغيرهم، قصائد كانت عصية على قطاع كبير من الجمهور غير المهتم بالشعر. انتقلوا بعد ذلك في عصر النهضة إلى إنتاج أغنية تبحث عن قصيدة رومانسية مع أحمد شوقي وإبراهيم ناجي، ومنها إلى كبار شعراء القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. لا ننسى كذلك دور التجربة الغنائية التي نشأت في الأندلس، كانت تجربة شعرية غنية بعروض خاص بها وهي الموشح. تجربة مغربية متميزة بأصولها أصلاً، حتى عندما حاولت مجاراة النجاح المصري في القصيدة الكلتومية والوهابية فقد قامت بذلك على طريقتها، يعني عندما تحدث عن يا صاحب الصولة والصولجان لأحمد البيضاوي فهي تجربة فريدة، لأنها تجمع بين حس وطني فد وبين قصيدة فيها عطر المغربية. تخيل فما العمر إلا وعاء التمني، وما العيش إلا صنيع الخيال،
كدأب الذين تمنوا فعاشوا ثلوجا على شامخات الجبال، وحين خبى العمر ساروا خفافا إلى حيث يخلد اسم الرجال. تخيل، فما الأرض إلا مجاز، وما الصدق في الأرض إلا احتمال. أول ملحن للقصيدة هو الشاعر. لماذا؟ لأنه ينسج على بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي، فيعتبر هو أول ملحن إذا ما تكلمنا عن القصيدة العمودية. لأنه لا ننسى كذلك بأنه حتى قصيدة النثر اللي هي باللغة العربية الفصحى، ولكن قصيدة النثر يمكن أن نجد لها حلة توافقها لتكون مغنات. راه يجب كذلك إخراج العبقرية التصور المرتبط بالأغنية لحنا وتوزيعا إلى آخره، لكي يشمل ما هو الآن حاضر. نحن لا نريد أن تكون هناك قطيع أبدا بين الأنماط الجديدة في التعبير والأنماط القديمة كذلك. مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من الرهان أكبر وتحدي أكبر أنك بنفس القوة ديال الشعر وبنفس التناول ديال الشاعر بالقيمة ديالو بالقوة ديالو، أنك تنتا تلعب نفس الأوراق ونفس القوة وتطوع وتلين وتلوي عنق تلك الكلمات وتلك الحروف، لأنه وإلا غادي تبان شحال من قصيدة للأسف كتكون قوية وكيكون لحن ماشي قدها، وشحال العكس صحيح أيضا، شحال من لحن تكون قوي والقصيدة تكون دون مستوى ذلك اللحن. وبالتالي هو تحدي وفخ، إما تكون قدو إما تحط سلاح ما تناوش القصيدة شوف حاجة أخرى. وأضمأ للعطر للشمس في شفتيك، وأضمأ للعطر للشمس حينما يكتب الشاعر الغنائي إذا كان يعرف المقامات الغنائية فهذا جيد جدا، الراست، جاز أو الحجاز، بياتي أو الصبا إلى آخره، أخو التفريعات المرتبطة بهذا فهو جيد، يعني أن يكون في نفس له ثقافة موسيقية وشاعر هذا جيد، لكن هذا ليس شرطا أساسا، على اعتبار أنه يمكن كذلك الاشتغال بين الشاعر والملحن، فهذا جيد كذلك. لماذا؟ والملحن والمغني أحيانا. بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس Thank you.
كاتب الكلمات والملحن وحتى المطرب الذي سيغني القصيدة هما كائنات وجدانية تتفاعل فيما بينها، فنجد بأن هناك من يتعامل مع نفس الأشخاص لمدة 30 سنة دون أن يغيرهم، وهي التجربة التي رأيناها مع أحمد رامي وبيرم التونسي وأم كلثوم والملحنين الذين بقوا في دائرة مغلقة لمدة طويلة قبل أن يكتشفوا ملحنين شباب. نفس الشيء وقع في المغرب مع قصيدة طيب العلاج التي لن نقول احتكرها، لكن أغرم بها مجموعة من الملحنين وأهديت لأصوات طربية خاصة. كف دمعا واغتنم هذا الفرح، يا فؤادا كاد يفنى فانجرح، إنما الأيام ألوان فعش في مدى الأيام أقواس قزح. أيها المشتاق للفرح الكبير، آن أن ترتاح من حزن ألح، فافتح الشباك تأتيك المنى طيرها والشدو لحن قد صدح. مدى به الملحين يتعاون مع كتاب، يتعاون مع كتاب وتكون كتابة مقصودة لعمل معين لمغني ما أو لمغنية ما. ثانيا خاص الذكاء، هنا الذكاء والراهنية ديال الأمور. ما نبقاوش كملحنين، بعض الأصدقاء وبعض الأعمال كنشوف للأسف كتخرج وكتناول القصيدة بذهنية قديمة، بذهنية القرن الماضي، كتكون رغم جمالها ورغم رونقها وصعوبتها وتطريبها وكل شيء تبقى من الزمن الجمال، الزمن الماضي، والزمن الماضي هو ديال الناس خرين داز، ما غاديش نحنطوا ثقافتنا ونحنطوا أنفسنا وجيلنا. هذوك الناس عطاونا اللي عطاونا، خاصنا دابا حنا نرقاو بما هو فينا وبما هو منا. كف دمعا واغتنم هذا الفرح، يا فؤادا كاد يفنى فانشا، إنما الأيام ألوان فعش في مدى الأيام ألواس قزح. أيها المشتاق للفرح الكبير، أنا أن ترتاح من حزن ألح، فافتح الشباك تأتيك المنى طيرها والشدو لحن قد صدى. المزج بين الموسيقى والشعر موجود في ذاتيهما، لكن هل من الضروري أن يعرف الكاتب ما يكفيه من المقامات أو كيف توضع النوتات على المدرج أو ما هي العلاقة بين هذه النغمة وتلك؟ هذا ليس ضروريا، لأنني أظن بأن الحوار الذي يمر والطاقة التي تمر بين كل هؤلاء الفنانين هي طاقة وجدانية. قد لا يعجبك الشاعر ما كتب لأن لم يمر بينكما كهرباء، كما نقول لم يمر هناك تواصل إحساس، وقد يعجبك الشعر ولا تفضل التعامل مع صاحبه. هذه أشياء مرتبطة بطبيعة الإنسان عموما، والإنسان الشعر والموسيقى هذه حاجة إنسانية، هذه ليست كماليات، هذه حاجة إنسانية ضرورية. وبالتالي هذا الجدل بين القصيدة والأغنية، بين معرفة الشاعر بالموسوعية بعدته وبين المغني كذلك، هل يتذوق الشعر؟ الصنباطي كان يقرأ، عبد الوهاب كان يقرأ، ملحنون المغاربة كانوا يقرؤون الشعر ثم ينتقون منه أفضله. كما في المجال الفني العربي، كان المبدعون المغاربة من ملحنين ومطربين يتنافسون فيما بينهم لطرح قصائد مغنات من توقيع كبار الشعراء العرب والفرس، زد على نظم قصائد توفر ذلك الطرب المتوخى. ابتداء من سنوات الأربعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، عرفت الساحة الغنائية المغربية نهضة موسيقية لأسماء كبيرة في الشعر واللحن والطرب. تفاعل معها الجمهور بالأهمية نفسها وأقبل عليها بالرقي نفسه، فكانت تتوزع هذه القصائد بين معظم الأغراض، الوطني منها والديني والرومانسي،
وقعها كبار الملحنين وعلى رأسهم أحمد البيضاوي، عبد القادر الرشدي، محمد بن عبد السلام، عبد الوهاب أقومي، وعبد النبيل الجراري، وعبد السلام عامر. ألفها شعراء من طينة عبد الرفيع جواهري، محمد بن الحسين، محمد بن راضي، وأطربنا بها المعطي البيضاوي، عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، نعيمة سميح وغيرهم. حالياً تغير حال المنظومة الغنائية المغربية كما تغير عالمياً، فلم تعد القصيدة المغناة تحظى بذلك الإقبال المبهر الذي كانت تحظى به قبل سنوات لاعتبارات كثيرة حاول ضيوف برنامج يا موج غني تشخيصها وتحليل أسبابها. رغم هذا التراجع الملحوظ، لا تخلو الساحة الفنية المغربية من مبدعين سواء كانوا شعراء أو ملحنين أو مطربين، ظلوا أوفياء للقصيدة المغناة، يفهمون سرها، عاشت معهم وعاشوا معها، محفورة في القلوب والأذهان، ومهما ابتعدوا عنها يعودون إليها بالشغف نفسه. في هذه الحلقة من برنامج يا موج غني كانت لنا لقاءات مع مطربين تختلف تجاربهم الإبداعية لكنها تلتقي في حب القصيدة، فلنكتشف معا السر وراء تشبثهم بها. كلمة السر في الطريقة باش كنشتغل فيها هي الشغف وولعي بالموسيقى وبالفن بشكل عام. كل ما كانش هاد الشعلة ما كنتش غادي نستمر، لان كيف ما قلتي كاين إكراهات اخرى وكاين كاين جمهور اخر من نوع اخر، لكن انا مصرة. علاش؟ لان دائما في داخلي تلك الطفلة اللي مصرة على العمل والاجتهاد والإيصال الكلمة والإيصال الصدق وإيصال مشاعر عن طريق الفن. لهذا فأنا كان أعتبر وخا كاين تعب وخا كاين اشتغال وخا كاين الاجتهاد كيف ما قلتي، كل شيء كنديره بحب وبتفاني، ويعني دائما حلمي وأملي دائما أن نكون في المستوى المطلوب، المستوى الجيد، مستوى ترقب الجمهور اللي كيحبني. سلني حياتي أهبا، سلني حياتي أهبا، فلست أملك ردك، فلست أملك ردك، الدهر عبدي لما، الدهر عبدي لما أصبحت في الحب عبدك، أصبحت في الحب عبدك. سعيد بجد ليس إلا قطرة في بحر، وهذا البحر وأنا أفتخر به، امتداد المدارس كبيرة وامتداد بمدارس عظيمة جدا جدا جدا. الفنانين رحم الله الفنانين العظماء، فريد أطرش لما لحن عيش أنت، أو الربيع مثلا، أو السيد صنباطي في القصائد، محمد عبد الوهاب أغنى ألقاك، ما تسمع لهادي أدم، شاعر هادي أدم. دنيا دنيا رحيمة ومنحينا رضا، يمنحينا رضا، ومنحينا رضا، ومنحينا رضا، هي كل الناس. سعيدة سعيدة الموشح، أنا تلمدت عليه وتربيت عليه ولازلت مستمرة فيه، وكذلك كان غني الموشح بصيغة تبقى الموشح هو موشح بالتركيبات دياله الموسيقية
واللحنية، لكن كيتغير الكلام أو ربما شعر آخر حديث. أنا ما كنحصرش يكون شعر قديم أو شعر جديد، الشعر الذي يلامس روحي أؤديه فقط. مجموعة قصائد، مجموعة أعمال اللي كنفتخر بها، من أولها أن أضيع عهدك ديال المرحوم سعيد شريبي، اللي كانت يعني إضافة ليا في مساري المتواضع مع الفنان الكبير أستاذ سعيد شريبي، واللي كان من شعر الشاعر الكبير ابن قرطبة ابن زيدون، اللي كان كنت مولعة بشعره ومحبة له ومتابعة لجميع قصائده. كاين ايضا المشروع الفني اللي كنعتز به هو قصيده ضمني، اللي هي الترجمه وهي فكره كانت لزوجي الفنان عبدو بالحاج، لانه دائما كيسمعني كنتغنى بيسامي موتشو للبيانيست المكسيكيه كونسويلا فيلاسكيس، وكان دائما تيسمعني ففكر انه هذه الاغنيه يترجمها بالعربية ونغنيها يعني بنسخة عربية. فبدأ الترجمة من بعد اتصلنا بالشاعر الصديق هشام الخضير، اللي بنفس الترجمة ديال الفنان عبدو بالحاج خرج منها أسلوب شعري يعني اللي جا متماشي مع اللحن. الشعر كيظهر لي هو اللغه اللي سبقونا لها ناس اخرين وكانوا قبل منا، انطلاقا من احمد البيضاوي، سيد عبد السلام عامر في المغرب، ولقات نجاح كبير. والدليل على ان لحد الان باقي كتسمع رحيله، مازال كتسمع القمر الاحمر، الشاطئ، وبنفس القوه وبنفس الحضور الناس كلهم يعني كيحسوا براسهم انهم مشتاقين يسمعوا الموسيقى العربيه بالشعر، شعرا كتعطي للمغني قيمه وكتعطي للجمهور قيمه، انك ترقي من مستوى الجمهور الوقت اللي كتغني له بالقصيده. حديد صوت رهوان عذبا سجية الحال، وجوههم غرتها كتابا، براءة كلها أمانة. يا نعمة الله دومي دومي، وفرحة في عيوني كوني. يا نعمة الله دومي دومي، وفرحة في عيوني كوني. لا العمر سابق أوانه ولا الليالي. إذن القصيدة من ضمن أشكال أخرى من الشعر، أنا غنبقى دائما متشبتة بها، لأنني حتى من ناحية الأداء كنحس براحة كبيرة جدا وأنا أؤدي كلام له موزون وكلام له معنى وكلام له ثقل، كيعطيني واحد الشحنة وكيما قلتي كنتحدى فيه نفسي. والكلام والقصائد صعبة أنها تؤدى،
وأنا أحب الصعب وأحب أن أتحدى نفسي وأن أطور من نفسي وأنوع من نفسي. إذن غنبقى دائما متشبتة بالقصيدة إلى ما لا نهاية. مرات علي حمامة العيك التي من فرط ما حزنت تلاشت في المدى مرت علي حمامة العيك التي من فرط ما حزنت تلاشت في المدى. قصيدة وأطل عام كان لي الصراحة كانت تجربة متميزة. أول مرة كنت عامل مع زوجي الفنان عبدو بالحاج، يعني كان غني من الألحان دياله. لا أخفيك أنها كانت تجربة جميلة أكيد، لكن كانت تجربة ليست بالهينة، لأنه كان يعني تروب إكزيجان، وكنت حاولت أني نخرج منها التطريب يعني بالقدر الممكن. وتشبكت من اليدان فليس بعد في صم عهد قطعنا للهوى والبر من شيم الكرام. ماذا أقول وقد تلاشى في صوتي والكلام؟ ماذا أقول فدتك روحي؟ ماذا أقول فدتك روحي؟ روحي يا روحي، روحي يا روحي، روحي يا روحي، إن في صمت الكلام. هو اللي تيبان لنا واللي سائد هو هذا، هو أن القصيدة تقريبا دابت تلاشت. قليل نادرا ما كتسمع قصيدة خرجت هنا في جميع الدول العربية، لكن أنا بحكم احتكاكي بهاد الناس مازال الناس متشبتين بهاد النوع، والدليل أننا كنخرجوا اللي خرج أغنية كيرسلها نكرسلوها بعضياتنا ودايرين مواقع في للأغنية الجادة. كاين بزاف المواقع في الفيسبوك، ولكن تبقى احنا دائما في الخلفية، الضوء ما مسلطش علينا. أغفو على نغم حنين، أغفو على نغم حنين، وعاتب لا شيء ولا شيء ليس له صدى. أحتاج صوتا أشتاق صوتا أشتاق صوتا أشتاق صوتا لو صداه يجيئني لزرعت في درب انتظاري موعدا، لزرعت في درب انتظاري موعدا. أنا من المحبين
محبي للقصيدة. كان غني لنزار قباني، كان غني لعبد السلام عامر، كان غني الجواهري، كان غني العظماء الشعراء. هذا الشيء غادي يعطي مني شاعر بغيت ولا كرهت. أنا شاعر غصبا عني كما كيقولوا. انتهربت أنايا كالقاصي كنكتب، كان كل ناس كان فيق القاصي كنكتب، أش كنكتب؟ كنكتب قصيد، ومجمل مكتوباتي كلهم تقريبا قصائد. كان عندي صديق ديالي الله يرحمه الشاعر الأزمي، شاعر مغربي كان يكتب بالفصحى. كانت عندنا فرصة باش نغنيو مع بعضنا بعض القصائد وما كتبش الله لأنه وفاة المنية. ومع ذلك بقى ارتباط ديالي بالقصيدة أكثر منه من غيرها. كنحاول نحس باللحن وبالكلمة وكنحاول نوصلها بمشاعري الصادقة. فكانت تجربة اللي كنت كنستمع للملحن وكنحاول نوصل للفكرة اللي بغاها في اللحن، ونحاول أن نكون أيضا أمينة في إيصال مشاعر الملحن والشاعرة والموزع، لكن بصوتي وبإحساسي الخاص. يلتقي الكاتب والملحن تحس أن قصيدة عندها وزن، والمطرب يكمل هذيك التحفة. يعني المطرب إلا ما كان صوت يقدر يوصل الرسالة، أشنا هو دور أنني أكتب قصيدة من أعماقي ومن شراييني ومن إحساسي وعصارة ألامي، ونكتبها ونعطيها لواحد اللي كيتغنى بها بتفاهة أو لا صوت ما عندوش قدرة باش يخرج إحساس. الحاضرون أسعدونا والغائبون يحسدونا، وكل من نحبهم شرفونا، وكل من نحبهم شرفونا. الحاضرون أسعدونا والغائبون يحسدونا، وكل من نحبهم شرفونا، وكل من نحبهم شرفونا. ألا مطل الله نوم نوم، وفرحة في عيون نوم. ألا مطل الله نوم نوم، وفرحة في عيون نوم. العمر سابق أوله ولا الليالي تدوم لنا.
تجربتي مع بيت الشعر في شخص المدير ديالو السي مراد القادري اللي كنوجه ليه التحيه، كانت تجربه جد جد غنيه وفريده من نوعها بالنسبه ليا، واضفت لي الكثير كوني احتكيت بشعراء معاصرين مغاربه، ولي الشرف في الفتره ديال الحجر اختارت هذه الاغنيه ديال الشاعر حسن جميل انني نخرجها للوجود بالطريقه اللي شفتوا تعملوا بها الفنانين في هذه الجائحه. واختارت الصديق ديالي اللي هو الملحن والاستاذ الموسيقي يوسف قاسمي جمال، انا كنعرفه هو بحكم احتكاكه مع في المجال الاوبيرالي واكاديميا، انه هذا الكلام غادي يعطي فيه. وفعلا نيت عجبوا الكلام وجاته هو مستفز وتحدى نفسه باش يلحنوا، وكان هذا اللحن الجميل اللي هو جد جد مناسب للكلام. هو ده ظلي أغني له يغني لي، هو ده ظلي أغني له يغني لي، معي في وحدتي، معي في خطوتي، معي في وحدتي، معي في خطوتي، وفي الضوء معي معي. عطشت عطش وجعت وجع معي، عطشت عطش وجعت وجع معي، وكنت جربت زنزانة صغيرة، وكنت جربت زنزانة صغيرة، آثر أن ينحبس معي. ماشي القصيدة فقط اللي ما بقاش عليها الإقبال، وإنما الفن الجيد بشكل عام أو ما يسمونه الآن في الزمن الجميل، مع تحفظي على هذه الكلمة، لأننا هنا خلقنا هذا الجيل وهذا الفنانين، يعني مسؤوليتهم أنهم يخلقوا جمال زمن يشبههم يعني في الجمال. فالانحدار طال، اللحن طال، الفن بشكل عام، وهذه ظاهرة يعني كنعانيوا منها. لهذا فأنا حملت على عاتقي مع مجموعة فنانين، طبعا لست الوحيدة ولست الاستثناء، مجموعة فنانين كيحملوا على عاتقهم أنهم يشتغلوا على قصائد وعلى كلمات عندها قوة وعندها صلابة وعندها ثقل ووزن فني. عندي أغاني جزائرية، كنحب الأغنية الجزائرية، كنحماق على شي حاجة سميتها المغربي في الأغنية، ولكن ملي كان بغي نحس بذاتي كنغني القصيدة، كنعرف الوزن ديالي، وملي كان بغي نعطي الجمهور شيء ذو مستوى كنحاول نرقي الجمهور مستوى. أحيانا كيكون صعيب أنك توصل الرسالة. وهدوا العود وغنوا لنا.
ليلة عشتها وكان من كاين قصائد من كلمات او من شعر مسار الياسري، هي شاعره عراقيه، وداود اغنام هو كذلك شاعر عراقي. عندي بزاف القصائد، ومؤخرا وتداع في القنوات العراقيه اغنيه عن العراق غنينا احنا بثلاثه، انا والاستاذ جمعه العربي كملحن وكمغني، والقامه الكبيره عندهم الاستاذ الكبير فاروق هلال اللي غنى بعمر 86 سنه، غنيناها ثلاثي جات جميله جدا، غادي نعطيها لك حتى هي على دلال، اغنيه وطنيه زوينه على العراق. كذلك ما نساوش انني عندي اغنيه مغربيه اللي سميتها لومني، من كلمه الشاعره المغربيه مريم الاخشيدي، ولحن رشيد ابو تاج الصديق والاخ العزيز. حتى هي كنتظر انني نصور لها كليب باش ننزلها، حتى هي من الاغاني الجميله جدا. حاولت نحافظ لا على الأغنية المغربية كما نعلمها. يهتفني يتقلص حجم المتذوقين يصبح العمل نخبويا، ولا نريد الأغنية القصيدة المغنات أن تكون نخبوية، بدليل أنه مثلا راحلة، فكثير من الناس الذين لا علاقة لهم بالثقافة ومستواهم الأدبي بسيط جدا، ولكن كانوا يتغنون بهذه القصيدة. وحمرته من لظى شفتيك، من يعرف لظى شفتيك؟ لكن المخيال المرتبط بالقصيدة جماعة يسد الثقوب على مستوى الأغنية، واللحن كذلك يمكن أن أعوض
ما يتقلص على مستوى الفهم، وهذا أساسي كذلك في الأغنية. وليس من المفروض مفترض أن يفهم المتلقي القصيدة كامل القصيدة، رأيت كذلك يجب أن نفهم هذا. فليس الذي يستمع إلى قصيدة يفهمها بكاملها. لماذا؟ لأن القصيدة لها ميزة أساسية، أنه حتى إن لم نفهم منها جزءا فنحن نفهمها. الناس المذيعين والمنشطين برامج وفقرات البرامج كانوا عندهم هذا الوعي وهذا الحس، وكانوا من كانوا من ديك الطينه، وكانوا هما اللي كينشروا ذلك الجمال. ملي بداو تيغيبوا علينا للاسف بدا تيقل لك الجمال، وبالتالي تنرع وتنقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. الى هذا الزمان خايب رحنا، الى هذا الزمان زوين رحنا. ما نبقاوش نقولوا الزمان الجميل الرواد، هذوك الرواد داروا خدمتهم وصابوا شغلهم وخلاو لنا ميراث رصين ومهم جدا وزاد وزواد. حنا اشنو خدينا منه؟ واش حنا فينا شي بركه ولا ما فيناش؟ حنا الا كان نعيتو فسادا ولا نخبطو خبطه عشواء راه حنا المسؤولين عليه. دنيا رحمه بنا ومنحينا رضا ومنحينا رضا ومنحينا رضا ومنحينا رضا لماذا لم تغري لم تعد القصيدة تغري الملحن؟ ربما لأن مرحلته التي يعيشها لم تعد توفر له من الوقت الكافي ما يشتغل فيه على قصيدة ويلحنها ويفككها ويوزع بشكل ذكي ليخرج في النهاية أغنية قد تغنى في 18 دقيقة أو 40 دقيقة. لم يعد حتى المستمع قادرا، حتى لا نظلمه، ننسب الى طاقه اخرى علويه، لم يعد قادرا على الانصات اكثر من 30 دقيقه، اكثر من 3 دقائق لاغنيه. حتى محطات الراديو اصبحت تفرض الا تتجاوز 4 دقائق. ان هناك الكثير من الاكراهات. الملحن الواقعي يعي هذه الاشياء، يتعامل معها. الملحن المثالي يعيش عذابا يوميا. قد لبت الدهر تبكي، هل شفى منك دمع العين ما كان الجرح، أو دملت الروح أم روضتها بالبكى والآه؟ كلا لا يصح، قم لغير الآه يا قلبي، فقد أشرق الإصباح والزهر انفتح.
بوحك المحبوس في هذا الحشا آن أن ينذاع فاهتف للفرح. قد لبثت الدهر تبكي هل شفا منك دمع العين ما كان انشرى أو ذملت الروح أم روضتها بالبكاء والآه كلا لا يصل. قد لبثت الدهر تبكي هل شفا منك دمع العين ما كان انجرى أو دملت الروح أم روضتها